من خلال هذه الاتفاقية اللي توقعت أمام سيد رئيس الحكومة غادي يتم تمويل واحد البرنامج ديال أولا تأهيل واحد الأعداد ديال ليستاد اللي تهيئ لا لكان 2025 ولا كأس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرياضي اللي غادي يكون جديد ديال بن سليمان. هناك تعليمات جات الملك الله ينصرو اللي باش هاد التجهيزات الأساسية تكون في مستوى دولي وتلائم مع بطبيعة الحال كل المعطيات اللي هي ضرورية في دفتر التحملات لا ديال فيفا ولا ديال الكاف. والأشغال راها انطلقات في واحد العدد ديال لإعادة لهذا التأهيل ولا لأيضا فيما يخص ستاد ديال بن سليمان باش يكون ليتود اركيتكتورال ديال هذا الاستاد اللي غتكون هي الانطلاقه ديال هذا المشروع ان شاء الله. زف سيدنا الله ينصرو الخبر المغاربه الخبر سار ان الترشيح المغرب واسبانيا والبرتغال هو الترشيح الوحيد لتنظيم كاس العالم. طبيعه الحال كل القطاعات لا الوزاريه ولا الفاعلين الاخرين معبؤون وراء جلاله الملك لتنظيم احسن كاس العالم كيف قال سيدنا الله ينصرو في مجموعه من الخطب والرسائل التي بعث بها في هذا الشان. الاعمال كيف قال السيد الوزير انطلقت، ستواصل بالوتيره التي تضمن اولا تنظيم كاس افريقيا للامم سنه 25 في صيف 25 في احسن الظروف، وستتواصل الاشغال الى حين توفير كل التجهيزات الضرورية اللي تستجب لكل المعايير نتاع الفيفا لتنظيم كما قلت مباريات كأس العالم في مختلف المدن المغربية بملعب جديد في الدار البيضاء بن سليمان بطبيعة الحال بالضبط في أحسن ظروف. والكل كما قلت سيواصل تعبئة وراء جلالة الملك نصره الله لتنظيم أحسن تظاهرة عالمية وهي تصادف الذكرى المئوية لإقامة كأس العالم. احنا في صندوق الإذاعة والتدبير فخورون أنه تم الإشراك ديالنا في هذا العرس الوطني تحت القيادة الرشيدة صاحب جلالة الله ينصره، وسيساهم صندوق الإذاعة والتدبير في إطار المهام ديالو والدور ديالو في التمويل في تعبئة التمويلات الخاصة لإنجاز هذا البرنامج ديال التجهيز وإعادة تأهيل الملاعب اللي تحتضن هذا العرس الوطني إن شاء الله.